سعت الأمانة العامة لمجلس النواب إلى تنفيذ الاستراتيجية العامة والتي أطلقتها مطلع الفصل التشريعي الخامس، ومنها تحقيق الاستمرارية والديمومة للبرامج والخطط الداعمة للعمل البرلماني وتنفيذ البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية لرفع مستوى الوعي بالثقافة البرلمانية واختصاصات مجلس النواب في المجتمع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور ياسر الشيراوي، الأمين العام المساعد للموارد والخدمات. بداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة، وهل حدثتنا بما قدمته الأمانة العامة بمجلس النواب من برامج تثقيفية وبرلمانية خلال الفصل التشريعي الخامس؟ مساكم الله بالخير. أول شيء في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لاستعراض إنجازات الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس. احنا امس عقدنا مؤتمر صحفي في مبنى مجلس النواب، واستعرضنا الكثير من الانجازات اللي يعني نفذتها الامانه العامه لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس. وكان يعني الاهم ما اثير في هذا المؤتمر يعني خلو تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي مخالفات على الأمانة العامة، وكذلك الحصول على الجوائز المحلية والدولية الكثير منها، خاصة الآيزو والجوائز الإدارية والمالية. بخصوص البرامج التثقيفية والبرلمانية اللي نفذتها الأمانة العامة لمجلس النواب، كان أهمها في برامج تدريبية كان تم تنفيذها على أكثر من 300 برنامج تدريبي، سواء البرامج الموجهة لأصحاب السعادة النواب أو البرامج الموجهة لموظفي الأمانة العامة، وكذلك البرامج الموجهة للمعارين لدى أصحاب السعادة النواب الموظفين المعارين، وأيضا لأفراد المجتمع كافة. أيضا هناك برامج احنا نسميها نوعية مجتمعية، يعني تتضمن عدة محاور، أهمها كان برلمان الشباب، تم يعني تنفيذه على سنتين، سنة 2020 وسنة 2021. في النسخة الأولى منه في 2020 كان بحضور 50 شاب من الجنسين، والنسخة الثانية في 2021 كان بحضور 70 شاب من الجنسين. وكان يعني الجلسات أو الجلستين اللي نفذت كانت برئاسة معالي رئيسة المجلس وبمشاركة وتشريف من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وأيضا بحضور مجموعة من الوزراء وممثلي الحكومة. عندنا المحور الثاني اللي هي الثقافة البرلمانية، نفذنا كثير من البرامج لتنفيذ الثقافة البرلمانية. فكمثال في 2019 نفذنا برامج حق 500 مشارك تقريبا، و2020 ارتفع العدد الى 700 مشارك، و2021 بسبب الجائحة نزل الى 475 مشارك، كلهم بدين حصلوا على الثقافة البرلمانية اللي احنا يعني نحاول ننشرها في الوطن الغالي. المحور الثالث كان التدريب الجامعي والعيادة القانونية، نفذنا يعني برامج حق 165 شاب وشابة من الجامعيين. وأخيرا المحور الرابع كان برنامج فرص، نفذناه على 31 شخص من خريجي الجامعات اللي جاوا تدربوا عندنا في الأمانة العامة لمجلس النواب، وتزودوا بالثقافة البرلمانية اللي احنا نطمح لها دائما. الدكتور ياسر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، شكرا جزيلا لك.